أنا هشام جابر، ضابط سوري منشق من جيش النظام. حريتك بدك تاخدها، وأملك أنت اللي بتصنعه. أمه وأبوه ماتوا عبكية. مستر نايف، كل شيء عم بنمر فيه هلا رح يصير ماضي. إيهاب بالجزء الثاني عم يتابع ما بدأوا بالجزء الأول، هو التحقه بالخط العسكري. نحن ناس كنا بتقديري بنعرف كيف نعيش، ولازم نضل نعرف كيف نعيش. مادلين زوجة معتقل سياسي قديم. هاي القصص ما رح نخلص منها. أمل هي شخصية مثل أي شخصية نسائية مناضلة، بترفض الظلم، بترفض الفساد. صحيح، بتلعبي معي، بدفنك بأرضك. عندي إيمان وبالتالي عندي أمل.